السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. عندي سؤالين بعدين. سأل يا حبيبي. السؤال الأول، أنا كنت واخد من أخويا، أنا هنا في السعودية مسافر بقالي 3 سنين. قبل ما أسافر كنت واخد من أخويا 650 دولار. أيوه. عاملين ساعتها 12,000 جنيه. خدت دولار ولا خدت جنيهات؟ خدت منه دولار وقت حولتهم لريال. يا حبيبي خدت دولار تسلم دولار. خدت جنيه الدولار قل شويه دلوقتي يا حبيبي. انت اخذت دولار واديله عليها فلوس مثلا او حاجه، ولا الحكم مثلا ديت؟ افهم بس كلامي للاخر. اتفضل. اذا اخذت دولار تسلمهم دولار، ان سد المدين الدين الذي عليه مع زياده بطيب نفس لا باس. افترض ان استلفت منك الان 1000 دولار، عند السداد قلت لك خذ الـ1000 دولار ومني لك بنفس طيبة 500 دولار زيادة. هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه دين لجابر بن عبد الله، قال جابر: فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. بل وفي طريق آخر عن جابر أنه باع للرسول جملا، فأصبحت في ذمة رسول الله لجابر فلوس مبلغ. جاء جابر يطالب بالدين، قال: يا جابر خذ هذا الدين وخذ جملك. فهمت؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استسلف النبي منه بكرا جمل بتوصيف معين، فجاء يطالب بناقته، قال النبي: أعطوه سنا مثل سنه. بحثوا ما وجدوا سنا مثل سنه، ما قالوا ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه. فقال: أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحسنكم قضاء.